رغم تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق السورية المحاذية للأراضي العراقية وسيطرة داعش عليها، القوات العراقية تنتشر بشكل كثيف على الشريط الحدودي بين البلدين بإسناد كبير من قبل الطائرات الحربية التي بدأت تقصف مواقع مهمة لداعش بعد اقترابهم من الحدود. تواجد للدواعش في مناطق هجين ومناطق السوسة و قريب من منطقة الباغوز، هم محاصرين من قبل مختلف القوات الموجودة اللي تحاصرهم، معرضين للتدمير بكل وقت. لكن احنا سواء موجودين قوات سوريا الديمقراطية او ما موجودين، احنا بالتأكيد دفاعاتنا محسوبة على التصدي لداعش. العناصر الإرهابية تتواجد على بعد 5 أو 6 كيلومتر من هذا المكان اللي احنا موجودين به ضمن الأراضي السورية، وبالتأكيد اينما وجدت الدواعش وظهروا للطيران الاستطلاع او مصادر المعلومات الأخرى يتم معالجتها. القوات المرابطة على طول الشريط الحدودي وضعت تحصينات أمنية تمثلت بالسواتر الترابية وكاميرات مراقبة وتكثيف العمل الاستخباري الذي يرصد تحركات داعش في الأراضي السورية، فضلا عن تلقي تعزيزات عسكرية على الحدود العراقية لفرض الأمن والاستقرار. متابعة استخباراتية، هناك طائرات استطلاع، هناك جهد جوي، هناك جهد استخباراتي كبير من قبل الأجهزة الاستخباراتية العراقية. وفيما إذا حاول هذا التنظيم الإرهابي التعرض على قطاعاتنا، سيلقى رد حازم من قبل قطاعاتنا المنتشرة على الحدود، وهناك استعداد قتالي وأيضا تهيؤ من قبل كافة القطاعات الموجودة على الشريط الحدودي يربطنا مع الجار السوري. قيادة قوات الحدود اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة لتأمين الحدود ضمن القاطع، من نصب أبراج مراقبة بالإضافة إلى عمل السواتر، بالإضافة إلى وجود الخنادق ضمن القاطع. فموضوع انسحاب قوات سوريا الديمقراطية ما يمثل أي مشكلة تجاه الحدود العراقية إن شاء الله. القوات العراقية تكثف من تواجدها على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، وتضع تحصينات أمنية للحد من أي تسلل إرهابي يروم استهداف المناطق الغربية. لقناة التغيير، معاذ الفهد، الأنبار.